أدخل. ها الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شلون صارت إيدك؟ جاي تسأل عنا؟ حوت نماتة بليق بواحد مثلك يدخل هيك دخلات؟ الدولة بدها اياك بمهمة، ما بدها اياك بالسجن. مو وقت السجن هلا. عم تحكي باسم الدولة سيد مستشار؟ أنا شبعان من الحكي كتير، خليني أشوف التنفيذ. أنا بعمل شو ما بدك. بالأول طالع عابد وعمران، بعدين أقول لك شو بدي. هاي سهل كتير. اطلقوا سراح عابد وعمران. أمرك سيدي. ما رح تترأس التي آجي؟ تي آجي ما بتشبعني، بدي هوية رسمية. من دبرها؟ مو هوية مخبر وقاتل حيالله. شو هو مركزك بدي مثله بالضبط؟ رئيس المخابرات انصاب بالشلل، رح يتعين محله واحد بالوكالة. شو رأيك تترأس المخابرات؟ ليش تأخرتي؟ بالرجعة خربطت بالطريق. عابد جاب الكتب يلي طلبتها؟ أكثرهم موجود بس بصراحة ما دققت فيهم. كيف وضع عبد الحي؟ الليلة إن شاء الله رح فيقه ورح نشوف سوا شو بده يصير معنا. بدك ترجعي تنيمي؟ أي لا انت رح تكون اب ظالم كتير. ليش؟ اتنيناتنا متنا من الجوع. دقيقتين وبصير السمك جاهز. ايه طيب شو ردك شريك؟ شو بدي رد؟ وافقت. انت شو رايك شريك؟ والله ما بعرف اذا هنين رح يتركوا لك رئاسة المخابرات. ما بعرف اذا بيتركوا لي اياها ولا لا، بس ما بحرك شعره من شان انيصال باقل من رئاسة المخابرات. ايه شو رح يقول مراد عن هالشغلة؟ شو نحن عم نلعب شريك؟ المعلم قال تركت. هلا الترك شي ورئاسة المخابرات شي تاني.
إذا هو ما بده يخدم البلد نحن بنخدمها. شو قصدك بنحن؟ أرجوك لا تحكي باسمي شريك. لك أنت الدولة ما أخدتك من صغرك وربتك؟ هلا عدورنا دخلت حالة التقاعد؟ جرب لا توقف معي وشوف بطالعك من السجن شي. شو؟ قبل ما تستلم الوظيفة بلشت تحكي مثلهم شريك؟ يا بدك تشتغل يا بحطك جوا. ها ايه مو هلا هيك صرنا؟ خلصت مرحلة المافيا. ترى عرب مين رح يقبل ميماتي؟ اسكندر ولا اونيصال؟ اونيصال عرض عليه رئاسة المخابرات. في مبالغة. والله ميماتي مشي حاله. مو على أساس هنن تركوا الشغل؟ بعتقد إنه ميماتي رح يدخل بالشغل جكر بمراد على مدار. وإذا بتطول سياحة مراد شوي ميماتي رح يدخل حتى البرلمان وحتى بيأسس حزب لمجرد يجاكره. شلون صرت بابا؟ منيح بنتي. بدك تقابلي اسكندر؟ ايه هلأ رايحة لعنده. قليلو سمعتي انه ميماتي رح يتفق مع اونيصال؟ جد في هيك شي؟ جد. الملف جاهز؟ ايه جاهز. بالاول بدك تحكي لي بعض الشغلات. بعدين انا بعطيك الملف. مراد بهي الشغلة شي؟ ايه فيها. وميماتي؟ لا. مراد ما بيعمل شي بدون ميماتي. انت عم تكذب علي. عابد التقى ببدري فنجانجي. وين انتو كاظم؟ ماشي كاظم جاي. اذا حاول عابد يطلع قبل ما اجي حط السلاح براسه. تعالي انجي تعالي. مين عمل معك هيك؟ اسكندر الكبير عمود الفقري تبعه سميك كتير، ما حدا بيقدر يساوي معه شيء. انت شو عرضت على ميماتي؟ يشتغل لصالحي.
قلت له إذا ما اشتغلت ما بطالعك من السجن طول حياتك. أونيسال عرض على ميماتي رئاسة المخابرات. شو عمل شو عمل؟ ليش رئاسة المخابرات ورتي عن أبوه؟ وميماتي وافق على العرض. إذا بتنترك الدولة هيك بلا قائد هذا اللي بيصير. شو مفكرين حالهم هدول؟ شو نحن بالفترة العثمانية ليصير الرقيب باشا والصايع رئيس حكومة؟ انت ما نسيت؟ لا حبيبتي، نامي انتي، انا بدي اقرا كمان شوي. يمكن من كتر الهدوء هون ما عم بقدر ارفع راسي. لا مو منه. تصبح على خير. وانتي بألف خير. بدري راح معلم، عابد وحده. شو قاعد عم يعمل؟ عم بيقرا شغله. انا ما قلت لك ما تشتغل شيء من ورائي؟ بعد الختيارية طلبوا منك تلتقي ببدري؟ شو اللي عم تخططوه انت وبدري؟ معلم شغلي مالك علاقة فيها. اصلا من هون وهيك ما راح يكون لك علاقة بشي. معلم ميماتي انت احسن شي تحكي مع المعلم مراد. Thank you.
جهزتي؟ ايه عم بستناك. دكتورة في مشكلة؟ لا قاوم شوي بالأول وبواسطة المنومة قدرت أنا هديه شوي. إذا قدرت أعمل عكس المؤثرات اللي خلته يفقد ذاكرته يمكن ترجع مثل ما كانت بالأول. وقف سيد مراد، بالأول لازم نحكي شوي. وين المعلم ولا؟ بالطرف الثاني معلم. وين بالطرف الثاني؟ مراد هلأ وقت أنا بدي فيقه وقل له شي ما لازم يكون في أي صوت أو مؤثر خارجي. يعني شو بده يكون في بالغابة؟ ما لازم تصير شغلات غير متوقعة. وعم تقولي كمان إنه ما لازم يشوف حدا قاله معه مشكلة بالماضي؟ إيه حتى أنجح لازم يوثق فيني كتير. إذا بتحب بلا ما تبقى هون بالمرحلة الأولى وهذا أفضل. ماشي. كل تركيزك على هذا الحجر. الحجر عم يهتز لليمين ولليسار، يمين يسار، مثل ما بيمشي مركب بالبحر، يمين يسار يمين يسار. هلأ بدي عد لثلاثة وانت رح تغمض عيونك. واحد، اثنين، ثلاثة. هلأ انت عم ترتاح، جسمك كله عم يرتخي. انت بيخت على البحر، عم تتفرج على البحر الماء له نهاية. قلي مين معك؟ لحالي. لا مانك لحالك، جنبك أصدقائك. أنا ولدت لحالي. مالي صديق، أنا مالي صديق. Thank you.
شو عم تعملي هون؟ في ناس. شفتهم حبيبتي. اعملي حالك ورجعي على البيت. مراد رجعي على البيت ابرو. خلي هاد معك. يلا. ما بتتذكر أصدقائك؟ أنا ما عندي أصدقاء. مراد على مدار صديقك، وكمان ميماتي باش صديقك. لا هدول بدهم يقتلوني. عبد الحي شو عم تعملوا هون؟ ميماتي في حدا برا، خذوا حذركن وخليكن مثل ما انتو لبين ما ارجع. ميماتي ما كان بدي اياك تعرف بهالطريقة. وانا ما كنت بدي اتعامل معاملة الخاين معلم. لا يا ميماتي مو هيك القصة، بس لو ما عملت اللي عملته ما كان في حدا منا رح يطلع عايش من المشفى. هلا انا اذا عرفت بيقولوا عبد الحي عايش وهي لعبة. ما لما ما خبرتكم طلعت القصة مقنعة أكتر. عابد بيعرف معلم، والدكتورة بتعرف، مين غيرهم؟ تركي بيعرف، بس هدول ما حدا بيطلع بوشهم، ما حدا بيطلع على ردة فعلهم. يا ميماتي كنت قلي أنا بعطيك ردة فعل مناسبة. كنت بتقوص إيدك لو عرفان؟ عند اللزوم بقوص حتى راسي. إمتى أنا هربت من الموت؟ ميماتي ماشي معك حق تعصب، بس بهي الخطة يلي عملتها بدنا نكمشهم واحد ورا الثاني. عملت خطة لكل شي ما هيك معلم؟ ايه عملت. ومعناتها انت عملت خطة الي وقت بدي اعرف عبد الحي عايش. ميماتي تصرفك صاير عاطفي. شو متوقع مني اتصرف؟ قوصت اقرب صديق الي ودفنته بايدي.
لأنك بحاجة لردة فعل. صار لي كم يوم عم اتألم معلم. شلون بتصرف؟ مو الأهم إنه عبد الحي يضل عايش؟ عم تحكي عن ألم ثلاث أيام، شلون لو عشت عمرك كله مع هالألم؟ عم تحكي مزبوط، أحسن لي عيش طول عمري أهبل. ميماتي، أعدائنا صاروا هون بالغابة. ليش أنا عايش ما جواتي شي كتير؟ خليهم يذبحوني معلم. بدل ما أتصرف على أساس إنه عبد الحي مات، خلي ميماتي يموت. ميماتي، أنت شو عم تعمل؟ لازم نلاقي لهم حل لهدول. انت بتدبرها معلم. وشو يعني هالحكي بقى؟ معناتها انا ما عاد موجود. شو عم تعمل شريك؟ عم كفر عن ذنوبي. ميماتي لا تخبص. مثل ما تاب المعلم انا كمان بدي توب. وما بقى بحياتي بلمس سلاح بيدي. ميماتي لك اللي انت شو اهبل ولا مجنون ولا مرضان؟ انت شو يا زلمي؟ قتلت اللي بنادي اخي وبدي افدي بروحي. شو بتعمل لو مو قاتله؟ كأنك قوصته مزاج. يلا يلا قوم. لك يلا قوم من هون، خلينا نروح على المشفى. Thank you.
وارموا الجثث بالبحيرة، لا تتركوا أي أثر. صار شي كتير سيء، صار أخطر شي ممكن يصير، وفوق صوت السلاح. خلص مو مشكلة، ما كان لازم يصير هيك شي أبدا أثناء التنويم. نايا، هذا الزلمة ما تربيناه على الهدهدة حتى تسوء حالته من صوتين. ما عم تفهمني. مرة تانية بفهمك، لموا الأغراض وحضروا حالكم، لازم نمشي من هون. بقي حدا؟ لا معلم. قدرتوا تلاقوا سيارتهم؟ لا، قدام على حرف الطريق معلم. نحن لازم ننقل عبد الحي لهنيك، ومن هنيك على بيتنا. تدخلوا من الطرف الوراني. مين عم يحرس البيت؟ مصطفى. ما تقولوا لحدا غير مصطفى، وبلا ما يروح على بيته من هون لفترة. حاضر معلم. كاظم، ما شفت شي بنوبها؟ طبعا معلم. خليك بجنب ميماتي وحط عابد بالصورة بشكل سري. انت بتأمر معلم. Thank you.
هو غير كل هالناس، رجال فهمان وبيعرف شو هي العادات. وبعد هالشي عرفت انه المال ماله قيمة ولا المنصب ولا الجاه. هذا الرجال عنده هم، وهمه هو الوطن. مشان هيك انا رحت معه، لانه كل اللي علمونا يا كذب، وشفتهم كيف بيبعتونا لاعمال كتير وسخة وحقيرة، ولاني شفت يلي عم يمثلوا دور القبضاي مساكين، ولاني سمعت صوت يلي عم يحتموا ورا صوت المسدسات. كنت مع عرابين ما في كتار، ما ضليت معهم لاني تأكدت انهم مالهم كبار. اجا لعندي مراد على مدار وقال يمكن يولد ولد بدون اب، بس ما رح يولد بدون ام. نحنا قلنا ام وحدة وهي الوطن. اذا بتسألوني انت ندمان لانك بتحب امك، بقلكم انا بقطع الايد اللي بتمد عليها، وبقطع لساني اللي بيحكي عنها، وما رح اندم ابدا.